السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب السوري العظيم، أيها الأحرار، أحييكم بأجمل تحية، أحيي شهداءكم شهداء الحرية. أنحني إجلالا لصمودكم، أشعر بآلامكم. أيها الإخوة، لقد غمرتمونا بمحبتكم. إننا نشعر بالمسؤولية تجاهكم أكثر من أي وقت مضى. أنتم العون لنا، أنتم منا ونحن منكم، أنتم مصدر قوتنا. إخوتي، لقد عاهدنا الله ونعاهدكم على مواصلة الدرب معكم حتى إسقاط نظام الطاغية بشار. إن هذا النظام قائم على القتل وهو مستمر في غيه. إن الدبلوماسية العربية والعالمية تمنحه الفرصة تلو الأخرى ليتمكن من إخماد هذه الثورة العظيمة التي أذهلت العالم من خلال البطولات التي قدمتموها. وانطلاقا من الواجب الوطني للجيش السوري الحر، فإنه أخذ على عاتقه الدفاع عن أبناء شعبه وثورته المباركة وتحرير وطنه من عصابات الإجرام. أيها الشعب العظيم، لقد رفعتم اليوم شعار الجيش الحر يحميني، ووفاء منا نعاهدكم على أن نكون السيف الذي يقطع كل يد غادرة تمتد إليكم. وإننا نعلن من هذه اللحظة أننا سنستهدف كافة كتائب النظام المجرم أينما وجدت، ونحذر جميع الذين يقفون إلى جانب النظام والخانعين الجبناء أن يعلنوا موقفهم صراحة، لأننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة وسنبذل دماءنا في سبيل حماية هذا الشعب وتحقيق أهدافه. إننا نعدكم أن دماء الشهداء وآلام الجرحى أمانة في أعناقنا، وإن تحرير المعتقلين أمانة في أعناقنا أيضا. شهداؤنا في الجنة وقتلهم في النار. عاشت سوريا حرة أبية.